نذهب إلى النائب موفق الربيعي الذي تحدث عن مطالبته مجلس النواب بإقرار موازنة 100,000 دينار عراقي تخصص لكل أسرة عراقية بدلاً من الحصة التموينية. لا يخفى على أبناء شعبنا المعاناة الشديدة التي يواجهها الفقراء من أبناء شعبنا في موضوع الحصة التموينية، والتي باتت في الآونة الأخيرة لا تصل إلى المواطن بشكل منتظم ولا بشكل كامل. مرة زيت واحدة، مرة طحين واحدة، مرة سكر واحدة، مرة رز واحدة. مع الأسف بدل من هذا التوزيع غير العادل وغير المنتظم للحصة التموينية، والذي يشوبه الفساد والرشاوة على حساب الفقراء، عملنا على إعطاء كل العوائل الفقيرة 100,000 دينار شهريا بدلا عن الحصة التموينية، ولكن مع الأسف خاب ظني من بعض الأخوة والأخوات في الحكومة والبرلمان الذين لم يوافقوا على إدراج هذا المقترح في الموازنة التي تم إقرارها يوم أمس الأول.